مساحة حرة. ونصل وإياكم مستمعينا إلى المحطة الأخيرة من كافي شو، ونحن نصل إلى مساحة حرة حنان. نعم، دائما نخصصها لضيوف باريس وأحداث باريس الثقافية الاجتماعية وما إلى ذلك. ومعنا ضيوف هذا الصباح كما سبق وذكرنا، معنا شابة وشاب أتوا من تونس يا طارق. إذا سونيا سعيد، سونيا وليس سونيا. شوف هي سونيا ولكن بعدين ليه كتبها بالصاد وليه كتبها بالسين. صحيح، أنت فنانة تشكيلية سونيا، ومعنا أيضا علي عبيدي هو صحفي. وما صباح يجمع الخير. مرحبا. صباح الخير لكما. صباح النور. ربما يعني ما يجمعكما هو مهرجان أو مبادرة فنية جديدة تتعلق بالفن التونسي في باريس. نعم، فيف آرت تونس، يحيى الفن إن كان في تونس إن كان في كافة دولنا العربية وفي العالم. طيب، سنأخذ مستمعينا إلى اكتشاف معنى هذه التظاهرة الثقافية، وسنعود مباشرة مع سونيا سعيد وعلي عبيدي موجود على يميني. خلينا نقول بداية صباح النور ونذهب إلى صباح الخير. صباح الفل والياسمين. خليك مشكور على الاستضافة. تعمل مباشر. نعم مباشر. يلا خليكم معنا، سنعود بعد هذا المقطع. Vivart Tunis. الدورة الأولى. بمهرجان الفن المهذب التونسي في باريس. Le premier festival de la création contemporaine tunisienne à Paris. من العشرة. تيلي سوتاج سبتمبر. Du 10 au 16 septembre 2018. في منطقة دلفي. في ماستراف ميني مونتون. وفي لو بوان إفيمير. وفي USA. من نوفلاتي فنان لتونس. راكس وصالة موسيقى. مرحبا بكم. Soyez les bienvenus. Iktashifotonis. Découvrez la Tunisie comme vous ne l'avez encore jamais vue. Iktashifotonis. Kama lam tarunaha min kab. إذن فيفاغ تونس هو اسم المبادرة الجديدة أو المهرجان الجديد الذي يعني تستعدان أو تستعدون لإطلاق النسخة الأولى منه. سونيا سعيد، أنت قيمة المهرجان، يعني خبرونا لماذا هذه الفكرة ولماذا فيفاغ تونس الآن؟ دونك لماذا فيفار تونس الآن؟ هو حاجة المشهد التونسي في باريس والمشهد التونسي الثقافي في باريس، وحاجة التونسيين وحاجة تونس كوطن لصورة أخرى للثقافة التونسية، لصورة أخرى لتونس. اليوم فيفار تونس هو صورة أخرى للثقافة التونسية، من خلال نحاول الترويج لتونس وللثقافة التونسية في صورة أحسن، في صورة غير المعتاد. حاولنا اعداد مهرجان يكون بقيمة صورة كبيرة في كمهرجان، يعني مهرجان فيه الكونتينيو متاعه والمحتوى متاعه يكون قيم ويكون ممكن أن يبرز ويعطي صورة أخرى لتونس لدى الجاليات التونسية والجاليات المغربية وحتى الجاليات الفرنسية وغيرها في فرنسا، كي نعطي صورة أخرى لتونس أجمل من المعتاد. ونعلم جيدا أن الصورة العربية والتونسية خاصة تعاني نوعا ما في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة، الخمس ست سنوات الأخيرة على الأقل. علي عبيدي، أنت مدير قسم الاتصال بمهرجان فيف آرت تونس في دورته الأولى، تقول صورة جديدة، صورة تليق بتونس. نعلم بأن باريس زاخرة بالتظاهرات التونسية، مهرجانات وما إلى ذلك. هناك من يسمعك الآن حتى ما يتقلقوش منك تونسيين والتوانسة، فالمضمون كيف سيكون؟ يعني حتى نحط الصورة على الصورة أيضا. نعم، أعي جيدا ما أقول، لأنه الأحداث أو التظاهرات الثقافية وغيرها التي تحدث في باريس هي تظاهرات مختلفة، وتقريبا ليست لنا مهرجانات بالحق بالقيمة الكافية
وبالقيمة الفنية خاصة، لأنه في هذا المهرجان نحن البرمجة كانت فيها قيمة فنية كبيرة يعني، ومختلفة على أنا أقول وأعيد أعي جيدا ما أقول، مختلفة عما سبق. المهرجان اليوم يحتوي على برمجة من حتى من المسرحيات وغيره لم تعرض من قبل في باريس، وهذه الفرصة الأولى سواء لنا احنا كمهرجان او للفنانين او للفن التونسي انه يكون في مشهد جديد، في صورة جديدة، نعطيه صورة جديدة على تونس، ونحاول انه نشاركوا الجاليات، مش لازم كانت تونسية كهول، لانه احنا في هذا المهرجان لا نستهدف فقط الجمهور التونسي لكن نستهدف الجمهور الفرنسي وكل الجاليات الأجنبية الموجودة في فرنسا، وكأنه بنا يعني ننجز مهرجان في كل مكان في العالم. نعم. كأنه نعي جيدا اسم باريس والجاليات المتواجدة في باريس. نعم، يعني قبل أن نكتشف البرمجة ونتحدث عن البرنامج الخاص بالمهرجان الذي ينطلق في 10 ويستمر حتى 16 من أيلول سبتمبر المقبل، ربما نتحدث سونيا عن الفكرة، كيف ظهرت؟ يعني أنتم مجموعة من الشباب زي ما سمعت. هو الفكرة بدأت عندها سنوات، بدأت قبل، هو مشروع معناتها فرض وجابيه فنان. نعم. مسرحي وبالأساس، وجلال الدين العبيدي هو الديركتور الفني، هو المدير الفني لمهرجان الفن المعاصر. المهرجان هو أول مهرجان للفن المعاصر التونسي في باريس. ممكن نفهم علاش علي يقول حاجة مختلفة ومتبدلة، موش كما اللي موجود في المشهد اللي موجود في باريس، المشهد الثقافي في باريس، لأنه أول مرة فن، أول مرة مهرجان يكون موجود يلم عدة ديسيبلين، بلوزيور ديسيبلين، عدة مجالات فنية كما المسرح والموسيقى والرقص والفن التشكيلية. المهرجان جاء من كما قلت لك من جليل الدين العبيدي صاحب الفكرة، ومن بعد احنا لقينا رواحنا نمشوا في نفس التوجه وعنا نفس الرغبة، فانضمينا ليه وكنا معاه معناتها في الـ في الـ في الـ في, الـ في طيب سونيا سعيد، انت فنانة تشكيلية، اذا تشاركين بمواد تشكيلية في هذا المهرجان، وانت ايضا القيمة يعني على المعرض المقام في إطار هذه التظاهرة، احكي لنا كيف. أنا القيمة على المعرض اللي باش يتقام في فيفار تونيس في هذا المهرجان، هو ليس فقط معرض واحد، هو عدة معارض في عدة أماكن. اخترت أنا، قمت بالاختيار الفنانين المشاركين في هذا المهرجان. هل تشاركين أيضا بلوحات؟ وأشارك كذلك لأني فنانة، أرغب دائما أن أكون متواجدة وأبرز الشيء الذي أقوم به في باريس، فهذه فرصة متاحة لي كذلك كفنانة. ما هي سونيا معايير اختيار الأعمال؟ يعني هل هي أعمال ذات توجه معين؟ ما هو نوع الفنون البصرية في هذا المعرض؟ فما نحت، رسم، فوتوغرافيا، و بيرفورمانس، انجازات. ولا نعم. دونك الاختيارات متاع الأعمال كانت هي كما قلت لك، المهرجان بانوراما ثقافية على المشهد الثقافي التونسي اللي موجود المعاصر في تونس. المعاصر يختلف، كلمة معاصر تختلف، المعاصر حسب الأعمال، وليس لأنه نجم تقول معاصر نجم يهزنا في طريق متاع لا العمل هو اللي هو العمل معاصر فيه كل متطلبات وتقنيات اللي تخليه نجم نحطوه في مجال المعاصر. فكان فما سميت الإكسبوزيسيون شيمير ريفيلي، المعرض شيمير ريفيلي، لأنه خارج، لأنه اسم المعرض جاي من حسب الأعمال اللي موجودة واللي تم اختيارها، الكلهم تخرج من الذات. يعني موجودة الفكرة وكذلك كل ما هو داخلي وإحساس كإظهار، يعني كإظهار لكل هذا بالضبط. فما ثلاثة أماكن موجودين باش يكونوا فيهم المعرض، فما ليسا
اللي هي ليكول دو مارشي دو لار اي دي ميتي دو لا كولتور، معهد سوق الفن ومهن الثقافه من باريس. نعم. وهما بارتنير معانا في هذا المهرجان. ليسا باش يكون فما خمسه فنانين مشاركين. نذكرهم في سا ليليا الجولي، فوتوغراف سونيا، عندنا الوقت الكافي لنتحدث، هدى غربال. نعم. وديع مهيري، بوجمعه بالعيفه، وبسمه هلال. يبدأ افتتاح المهرجان يوم 11 سبتمبر على الساعة 18 بافتتاح المعرض هذا شيمي غافيلي. نعم. وبعد فما بيرفورمانس لفنانة تشكيلية تونسية من جزائر، اسمها مريم فرشيشي. نعم. ثم ننتقل لأنه خلقنا كما الكونسيبت، يعني مفهوم جديد في هذا المهرجان، وهذا الجديد اللي يجيبه المهرجان هذايا، اللي هو عرض في دي فيترين، في واجهات موجودة تكون عادة مش مستغلة كما يلزم، وإلا مستغلة في حاجات ماهيش فنية. فجاء الكونسيبت هذايا سميناه انتيريور اكستيريور، يعني داخل والخارج. عرضنا فيه، نقوم بعرض فنانين مثل أعمال ويليس فروم تونيس لنادية خياري. نعم. معروف القطوس متاعو متاع نادية خياري. ونعرض كذلك وديع مهيري باش نقوموا بانستالاسيون، وكذلك أحمد جبالي بعرض موسيقى، بيرفورمانس موسيقية. نعم. أحمد جبالي تحية لي هذا. شكرا. الصباح هناك صبري مصباح. لا، أيضا ما كملتش البرمجة. هذا يوم الافتتاح متاع المهرجان، بعد نتعديو للبوان افمير. نعم. هل تعلمين بأنه لدينا الوقت الكافي لنتحدث عن كل هذا حتى تاخدي السوف لترتاحي شوية؟ إذا قلت لك فقط صبري مصباح وأيضا من بين الفنانين اللي راح يشاركوا في فيف آرت تونيس في هذا المهرجان. بالضبط. بس أنا لأنه فما فما سأجيبك على صبري فقط. لا، لأنه سنتوقف مع أغنية لصبري. نعم. مصباح. مفيش مشكلة. وسنعود لنتحدث عن هذه المشاركة وبقية البرنامج. صبري هو من المجموعة متاع جاز أويل اللي عنا كونسير معهم متاع موسيقى. دونك هما موسيقى لأنه واحد يحاول يحكي عربي فال فالمجموعة جاز أول هما اللي استدعوا صبري مصباح. فصبري سيكون مفاجأة السهرة هذه ومفاجأة المهرجان. نعم. وأكيد صبري عنده جمهوره في فرنسا، فمرحبا بهم ومرحبا بالناس. وسنكتشفه إذن من خلال هذه الأغنية. خليكم معنا، راجعين مع ضيوف الاستوديو. في
الحفرة زيد الملامة يا سمرة عمري ما نسيه قصر البارود والنغرة آخر اللي منامة في الحفرة زيد الملامة يا سمرة عمري ما نسيه عمري ما نسيت عمري ما نسيت رابا بابا بابا إذن استمعنا إلى أغنية الفنان التونسي صبري مصباح الذي سيشارك في المهرجان الجديد فيف أغ تونس الذي ينطلق في 11 من أيلول سبتمبر. نرحب مرة أخرى بضيوفنا في الاستوديو علي عبيدي. شكرا. وسونيا سعيد. نعم طارق سونيا وعلي معنا لنتحدث عن فيف أغ تونس أولى نسخ هذه التظاهرة التونسية بامتياز. سنتعرف ربما على تفاصيل برنامج هذا المهرجان الذي سينطلق كما قلت في 11 حتى حدود 16. وسونيا سعيد رها شوية ستريسي يعني. لا أنا روقت روقتي خلاص اسمه قهوة الصباح تكلمي ولا نقولوا لك صباحك دقلة وحليب. دقلة وحليب. دقلة وحليب. شو هي الدقلة؟ دقلة التمر. التمر التونسي من أجمل التمور ومن أحسن التمور في العالم العربي بين قوسين بالإضافة لبعض التمور الأخرى. طيب سونيا عودة لك. توقفنا عند أحمد جبالي وعند صبري مصباح استمعنا له في هذا الفاصل. بقية البرنامج نواصل في اليوم الأول اللي هو فيه بدأنا بليسا معرض شيمير غيفيلي وبعد تعدينا للباركور انتيريور اكستيريور في كولونيل فابيان دون لاسوسيا كوورغانيزاتريس لاسوسياسيون منظمة التونسيين بفرنسا بفرنسا جمعية التونسيين بفرنسا اللي عطاونا مشكورين الفضاء متاعهم باش نستغلوه ونقوموا بهذا المعرض في الواجهات حاجة جديدة مش مستنسين نشوفوها. دونك باش نعرضوا الفن في واجهات. هذا هو. طيب هناك باش حتى المستمع ياخذ نظرة عامة عن مضمون المهرجان. هناك معارض تشكيلية، هناك حفلات موسيقية، هناك ماذا أيضا يعني مسرح أيضا فما مسرح مسرح فما زو اثنين على المسرح عن الرقص عن السينما فالبرمجة متنوعة يعني مهرجان فني متكامل فيه أكثر من واجهة يعني فيه مسرحيات أكثر من مسرحية فيه نحكيه على الهرب الأفويت اللي هي مسرحية مختلفة شوي وقادرة تعجب الجمهور وأعجبت الجمهور في تونس. عندنا الرقص مع رشدي بالجازمي اللي هو موجود على الساحة بقوة في الفترة الأخيرة ويعرض في الأماكن الكل في العالم اليوم وفي فرنسا موجود زاد في تونس زاد موجود بصفة كبيرة.
نعم. عندنا الفن التشكيلي اللي سونيا نجم تحكي عليه برشا. نعم. نعم علي، يعني وسونيا نتكلم عن مهرجان يجمع العديد من الأنواع الفنية، يمتد 5 إلى 6 أيام. هذا يتطلب طاقات وهذا يتطلب أموال أيضا. نعم. يعني يا ريت لو تخبرونا ماذا فعلتم بالتمويل وما هو شكل الفريق القائم على هذا المهرجان. هو سهل برشا. الفكرة جات، احنا تبنيناها، 3 أشخاص فقط يعملون في وسط في فريق المهرجان. فقط 3 أشخاص. برافو. كان تحدي منا انه احنا نبدأ ب3 أشخاص. نعم. مقتنعين ومؤمنين بفكرة المشروع، يحبوا يبدلوا ولا يعطيوا حاجة في مجالهم. قلنا كل واحد بمجاله بالمربع اللي هو فيه يحاول يغير بالفكر متاعه وبالفن اللي يعمل فيه المحيط متاعه. من بعد تجمعت كما قلت لك، بديت بفكرة من السيد صاحب اللي بدا اللي اقترح المشروع، واحنا كنا بعد مشينا معاه في الفكرة، ومن بعديك معناتها قعدنا نخدموا 3، وبعد قعدنا نلوجوا في لي بارتنير. الفكرة من الاول وقت اللي اقترحناها عندها سنتين، كانت كأنها واحد يقول لك فاش تقول عبث مشروع، ما عندكش صفر بيجي، صفر. نعم. يعني تمويل. تمويل. نعم. تمويل، وعندك فكرة وطموح كبير برشا، دونك تقترح في مشروع كبير. قلنا كأنه تحدي، بصفر تمويل نقدروا باللي نجموا نجيبوه معانا نقدروا نغيروا حاجة ولا نقترحوا حاجة احنا نحبوا نعملوها. لأنه لهنا تعرفوا في باريس ما فماش برشا، فما فرصة كبيرة اللي يقولك باريس يعني فيها مختلف، معناتها الجالية للناس من كل الجنسيات. بس الفرص انتم تعرفوا معناتها قليلة، يعني باش انت تتواجد كفن فنان مشكل، يعني لازم غيزو ولازم كل هذا شبكة. يعني نضيف انه فما رغبه في هذا المهرجان، وهو هو تكامل، هو التكمله لتجارب قديمه. معناها ماناش اليوم جينا راهو عملنا الفستيفال المهرجان هذايا من فراغ، احنا عملنا تجارب قبل. سونيا كيف جلال الدين اللي هو ديريكتور المدير الفني للمهرجان، كان على راس 2 مهرجانات في تونس، وكنا معاه. ولكن المهم انا اذكر بانه هذا الشيء كله تطوعي منكم انتم. هذا الكل تطوعي، ورغبة التغيير، وما ناش نستناو في حتى شيء. احنا فقط نستناو انه احنا الناس تقف وتكون موجودة لدعم هذا المشروع، لأنه حقيقة أول مرة تصير في باريس أنه يجي نعطيه واجهة فنية لتونس ونقدموا فيها الفنون بمختلف المجالات بالطريقة هذه. ولكن فقط سؤال مهم جدا، هذه الشخصيات التي أو هذه المشاركين يعني كلهم جايين بصفر أورو، يعني بصفر أورو. ندعم، فما بارتنير، دي بارتنير جاءوا معنا اللي هما دي بارتنير، حطوا حاجات لوجيستيك ساهموا يعني مساهمين فوالا باش ينجح المشروع، باش يتولد هالمشروع هذايا ويتوجد. وزارة الثقافة وزارة الثقافة كانت معنا بارتنير، نشكروها بالمناسبة. لي بارتنير الكل في الاتصال، توني فيزيون، لا كونتين اورينتال. على بيدي عندك تعليق؟ لا. تعليق فقط في خصوص العروض وفي خصوص لي بارتنير. فالفكرة كانت متواجدة من الأول، تواجدت الفكرة، مش العروض الكل بصفر مليم يعني جايين من التطوعية، لا، فما برشا معناها اللي باش ياخذوا حقهم وباش يعرضوا افكتيفمون دونك من عائدات المهرجان. دونك لانه فما بيتغي، فما باش ما نقولوش اللي العروض جايه بلاش، وعندنا دعم اون بلوس، وزاد ما تكون العروض، نقولوا العروض انه ما فيهاش ما جايه معناها تطوعيه. سينو بالنسبه للي بارتنير، فالفكره وقت اللي تواجدت، وقت اللي ولا عندنا فكره مهرجان، مشروع مهرجان، قدمنا المشروع هذايا. وزاره الثقافه مشكوره، تفاعلت معنا. وزاره الثقافه التونسيه وزاره الثقافه التونسيه تفاعلت معنا.
تعاونت معنا المهرجان، دفعت معنا بالحق بطريقه ممتازه جدا. التلفزيون اللي هو نوتر بارتنير الداعم الرسمي، الداعم الاعلامي الرسمي في تونس الرسمي. نعتبر في تونس كيف كيف كانوا موجودين معنا. زاد فما لا كونتين اورينتال اللي هو مطعم تونسي اللي بالحق تفاعل معنا، اللي احنا معجبين بالتفاعل مع المشروع الثقافي لانه مش بالسهل باش تلقى ناس تتفاعل معاك. فمشكور سي مختار اللي هو صاحب مطعم لا كونتين اورينتال اللي تفاعل معنا وخلى المشروع هذا اليوم يصبح حقيقه مع الناس الاخرين الكل. المهرجان علي يعني هو سيبقى في باريس باي منطقه في باريس؟ هذا واحد. وهل تفكرون ربما يعني في دورات اخرى الخروج خارج باريس، الانتقال في عده مدن فرنسيه؟ هو في اللحظه حاليا نحن في بصدد انجاز مهرجان مولود جديد. لا. مهرجان هذا باش يصير الدوره الاولى نتاعو في باريس، في بيلفيل، في ميني مونتون، في جوريس، في ثلاثه اماكن منهم التياتر دو ميني مونتون، مسرح ميني مونتون، في بوان فامير اللي موجوده في جوريس، لي ساغ ايكول داري كولتور موجوده. نعم. في ري اوبركون في اللي هما الكل. نعم. في باريس الدوره هذه باش تواجد الدوره الاولى باش نعملوا انه تنجح الدورة الأولى. بعد احنا أكيد برمجتنا أنه الفستيفال المهرجان هذا باش يتواصل لدورات. تتحدث عن المولود الجديد ولا عن هذا المولود؟ هذا المولود الجديد. هذا المولود الجديد. فيفا أرتينيوس هو مولود جديد. وهناك مولود جديد آخر. لا. مولود جديد هذا، ونسعى أن يكون فما تكامل وتواصل لهذا المهرجان دورة ثانية. كان عندك مداخلة. في نفس النقطة نضيف على علي، المشروع هذا هو مشروع متواصل على مدى طويل. نطمحوا به إنه على مثلاً مدة 5 سنوات نكونوا إن شاء الله نكونوا قد مثلاً قدمنا 20 مسرحية تونسية، قدمنا جبنا 300 لوحة أو عمل فني أو. فهذا معناتها المشروع هو على المدى البعيد يعني. وفي نفس الوقت كأنه إحنا نقوم بترسيخ القاعدة، بقيام بالقاعدة لمن بعد معناتها. فهذا هو معناتها المشروع متواصل يعني، نأمل أنه ينجح بالناس وبالتفاعل الناس أنهم يحضروا للمشروع. نعم. سؤال أخير، هل هناك ورش مثلا تكوينية؟ بالضبط. قبل الورش اللي ستي تجيب عليها سونيا، نحب نأكد أنه فما فقدهم البريزون شارج متاع عروض، يعني التكفل بالعروض من قبل وزارة الشؤون الثقافية التونسية وفونداسيون رومبورغ وغير، يعني ما فما مساهمات مادية. نعم. بالنسبة للورش سونيا، الورش فما ورشة لرشدي بالقاسمي. نعم. يوم السبت على الساعة نبدأ ساعة يوم الأربعاء 12 سبتمبر. عندك دقيقة سونيا تفضل. يوم الأربعاء 12 سبتمبر الساعة 14 وركشوب متاع دانس مع رشدي بالقاسمي. نعم. ولا الرقص. وفما دي وركشوب موجودين في البرنامج نلقاهم حتى للأطفال. عندنا زاد يوم السبت برمجة اللي تعنى بالأطفال في يعني المصر. مع كل هذا الحماس لابد لمهرجان كهذا أن ينجح وأن. نعم. يواصل وأن يكرس اسمه في باريس. التواصل خاصة. نعم. التواصل خاصة هو أهم شيء اليوم. الدورة الأولى باش تصير البرمجة، نتصور برمجة ثرية باش تكون حاجة تعجب العباد، لكن. نعم. أهم شيء بالنسبة لنا احنا هو تواصل هذا المهرجان اللي باش يحملوه أجيال. نعم. إن شاء الله نتمنى لكما كل التوفيق، ونتمنى التوفيق لمهرجان فيف آرت تونس في دورته الأولى، سينطلق يوم 11 من الشهر المقبل الجاري، يعني بعد يعني غدا هو شهر سبتمبر سيدخل علينا. ونصل إلى نهاية حلقة البرنامج. إذن كافي شو بهذا مستمعينا، نكون قد وصلنا إلى نهاية كافي شو. نتمنى لكم بقية يوم مليء بالحب والسلام. نشكر كل الضيوف الذين كانوا معنا اليوم، نشكر علي عبيدي. شكرا لسونيا العفو. نتمنى لكم كل توفيق، اللقاء يتجدد وإياكم غدا دائما نفس الزمان ونفس المكان، استوديوهات مونتي كارلو الدولية. شكرا لروان، لجوليان، لمنال أيضا. إلى الغد، باي باي.